بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعلى الله قصد السبيل. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة وطلبة وطالبات الثانوية الأزهرية، أهلا بكم في أولى مراجعة الجبر. بالنسبة لمراجعة الجبر، هو المادة سهلة وبسيطة، ولد في درس ظريف قوي في الجبر اسمه الجذور التكعبية الواحدة صحيح. قبل ما أقول لك الجذور التكعبية الواحدة صحيح، عاوزك تعرف المعلومتين دول. هو أنا يا ولد لما أقول لك إيه، حل المعادلة الآتية: س تربيع ناقص 6 س زائد 13 تساوي 0. المعادلة دي يا ولاد ما تتحللش، فلما ما تتحللش ألجأ للقانون. مش عاوزك تلجأ للقانون، تقول لي ما ألجأش للقانون، أمال أحل المعادلة دي إزاي؟ هتقول لي س تربيع ناقص 6 س تساوي سالب 13. هودي المطلق الناحية التانية بس، دي أول خطوة. تاني خطوة، معامل س هنا بكام؟ بسالب 6، اقسمه على 2 يبقى سالب 3، ربعه يبقى 9. فانا همسك معامل س اقسمه على 2 واربعه يديني كام؟ 9. فبعمل ايه؟ اقول ده يؤدي الى ان س تربيع ناقص 6 س، بضيف 9 الناحيه دي، سالب 13 وزائد 9 الناحيه دي، فانت بتضيف 9 هنا و9 هنا، تقوم تقول لي ده يؤدي الى ان س ناقص 3 الكل تربيع بتساوي ناقص 13 وزائد 9 بناقص 4. ممكن اقول كده، اقول ده يؤدي الى ان س ناقص 3 الكل تربيع، بدل سالب 4 اكتب 4 ت تربيع. اقول له ده يؤدي الى ان س ناقص 3 بتساوي موجب او سالب 2 ت. يبقى في الحاله دي الس ناقص 3 بتساوي اما 2 ت او س ناقص 3 بتساوي سالب 2 ت. يبقى من هنا س بتساوي 3 زائد 2 ت، والس هنا بتساوي 3 ناقص 2 ت. يبقى الجذرين بتوع المعادله جذري فيهم 3 زائد 2 ت، والجذري فيهم 3 ناقص 2 ت. الملاحظة على الجذرين يا ولاد، الجذرين مترافقين، 3 زائد 2 ت ودي 3 ناقص 2 ت، الجذرين هنا مترافقين، ده حل. طيب اي سؤال بقى؟ لما اجي اقول لك مثلا ايه، اوجد الجذر التكعيبي للعدد واحد. لما اقول لك اوجد الجذر التكعيبي للعدد واحد، اوجد الجذر التكعيبي للعدد واحد، انا عشان اجيب الجذر التكعيبي للعدد واحد، اقول نفرض ان الجذر التكعيبي للعدد واحد بيساوي س، ده يؤدي الى ان س تكعيب بتساوي واحد، عشان نشيل الجذر يبقى س تكعيب ناقص واحد تساوي صفر. بتحلل ان س ناقص واحد في س تربيع زائد س زائد واحد تساوي صفر، اما س ناقص واحد تساوي صفر ومنها الس تطلع بكام؟ بواحد. تقول طيب، او ها الس تربيع زائد س زائد واحد بتساوي صفر. انا عشان احل المعادله دي، دي معادله درجه تانية، نفس الكلام هتعمل الاتي، اقول له س تربيع زائد س تساوي سالب واحد، عاوز احل دي عشان اجيب الجذرين بتوعها. تقول يلا معامل س هنا بكام؟ بواحد، اقسمه على 2 يبقى نص، ربعه ربع. هتقول لي ده يؤدي الى ان س تربيع زائد س زائد ربع سالب واحد زائد ربع، بتضيف ربع هنا وربع هنا. الربع ده بتجيبه ازاي؟ معامل س على 2 ربعه وضيف واطرح، او ضيف هنا وضيف هنا، يبقى تضيف وتطرح في نفس الناحيه، او تضيف في الناحيه دي ربع وتضيف في الناحيه دي ربع. تبقى دي تديني س زائد نص الكل تربيع مقدار ثلاثي مربع كامل بتساوي سالب 3 ارباع. ده يؤدي الى ان س زائد نص الكل تربيع 3 ارباع ت تربيع. يبقى س زائد نص سعاده الاستاذ بيساوي موجب او سالب جذر 3 على 2 ت. يبقى اما السين زائد نص بتساوي جذر 3 على 2 ت، او سين ناقص نص بتساوي لا زائد نص ناقص جذر 3 على 2 ت. منها السين بتساوي سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت، او السين تساوي سالب نص ناقص جذر 3 على 2 ت. يبقى السين طلع لها كم قيمه؟ ثلاث قيم: واحد سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت، وناقص نص ناقص جذر 3 على 2 ت. يبقى س خدت كام قيمه يا اولاد؟ ثلاث قيم. يبقى الجذر التكعيبي للواحد ثلاث جذور. الجذر التكعيبي للواحد اما بيساوي واحد او ناقص نص زائد جذر 3 على 2 ت، او سالب نص سالب جذر 3 على 2 ت. ده الجذر التكعيبي للواحد. الثلاث جذور دول يا اولاد بيتحفظوا، لازم تكون حافظه. الجذر التكعيبي للواحد اما واحد سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت،
سالب نص سالب جذري 3 تدي. عشان اسهل لك الدنيا بقى اقول ده واحد واقول ده اوميجا واقول ده اوميجا تربيع. لو ربعت ده يديني ده، او اسمي ده واحد وده اوميجا وده اوميجا تربيع. لو ربعت ده يديني ده، يبقى الجذور التكعبيه للواحد يساوي واحد واوميجا واوميجا تربيع. في ثلاث جذور يا اولاد، واحد فيهم حقيقي والجذرين دول تخيليين، تخيليان. طيب الاوميجا والاوميجا تربيع واحد فيهم مرافق الثاني، يبقى الاوميجا والاوميجا تربيع مترافقان. يبقى للواحد صح ثلاث جذور، جذر حقيقي والجذرين تخيليين، بس الجذرين التخيليين مترافقان. يبقى مرافق الاوميجا هنا اللي هو مين يا اولاد؟ اوميجا تربيع. تقول لي يا اولاد عاوزك تعرف ملاحظه صغيره بس كده يا اولاد، لما اقول لك العدد عين يساوي 3 زائد 2 ت، طب لما اقول العين بار بتاعته اللي هو المرافق بتاعه، تقول لي 3 ناقص 2 ت، باين ده مرافق ده بيبقوا زي بعض، بيختلفوا بس في اشاره العامل التخيلي. يعني ده زائد 2 ت، ده ناقص 2 ت، ده زي بعض، الاثنين دول زي بعض. طيب من خواص العددين المترافقين اولاد ان مجموعهم لازم ينتمي لها. يعني بقول عين زائد عين بار، اجمع كده اضرب عدد تديني كام؟ 6، بتنتمي لها. طب حصل ضربهم عين في عين بار برضه بينتمي لها، حصل الضرب. يبقى 3 زائد 2 ت في 3 ناقص 2 ت بتساوي 9 ناقص 4 ت تربيع، اديني 13، بتنتمي لها. يبقى دايما العددين المترافقين مجموعهم عدد حقيقي وحاصل ضربهم عدد حقيقي. انا عاوزك تعرف الملاحظه دي لان هدخلها لك في مسائل جميله قوي سهله لو انت عرفت الفكره دي. بص يا شباب، يبقى انت عرفت الجذور التكعبيه للواحد الصحيح واحد واوميجا واوميجا تربيع، او واحد وجتا 120، يا ريت تحفظها كده، زائد ت جا 120 وجتا 240 زائد ت جا 240، يا ريت تحفظها كده. لما بتحفظها كده سهل في الحفظ، واحد وجتا 120 زائد ت جا 120 وجتا 240 زائد ت جا 240، فعلا لما تيجي تربع ده هو ده، ده اللي هو الاوميجا وده اللي هو الاوميجا ايه تربيع. طيب احنا عاوزين ناخد مسائل يا استاذ، احنا ما علمناش غير حاجه اسمها خواص الجذور التكعبيه للواحد الصحيح. خواص الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح. اول خاصيه، واحد مجموع الجذور التكعيبيه للواحد بيساوي صفر. واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع بصفر. واحد واوميجا واوميجا تربيع، او واحد وجتا 120، يا ريت تحفظها كده، زائد ت جا 120 وجتا 240 زائد ت جا 240، يا ريت تحفظها كده. لما بتحفظها كده سهل في الحفظ، واحد وجتا 120 زائد ت جا 120 وجتا 240 زائد ت جا 240، فعلا لما تيجي تربع ده هو ده، ده اللي هو الاوميجا وده اللي هو الاوميجا ايه تربيع. طيب احنا عاوزين ناخد مسائل يا استاذ، احنا ما علمناش غير حاجه اسمها خواص الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح. خواص الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح. اول خاصيه، واحد مجموع الجذور التكعيبيه للواحد بيساوي صفر. واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع بصفر. خواص الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح، هم اربع خواص وسهلين ودول عليهم المسائل يا اولاد. اول خاصيه، واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع بيساوي صفر. مجموع الجذور التكعيبيه للواحد الصحيح بصفر. طيب منها بقى اوميجا زائد اوميجا تربيع تساوي سالب واحد، وواحد زائد اوميجا بسالب اوميجا تربيع، وواحد زائد اوميجا تربيع بسالب اوميجا. يبقى لو قبلك واحد زائد اوميجا تربيع تكتب مكانها سالب اوميجا، واحد زائد اوميجا سالب اوميجا تربيع، اوميجا زائد اوميجا تربيع تكتب مكانها كام؟ سالب واحد. اسمع كده يا استاذ، لما اقول لك الف زائد الف اوميجا زائد الف اوميجا تربيع بتساوي صفر. لو قلت الف زائد الف اوميجا تساوي سالب الف اوميجا تربيع، الف اوميجا زائد الف اوميجا تربيع تساوي سالب الف، الف زائد الف اوميجا تربيع تساوي سالب الف اوميجا. يبقى لما اجي اقول لك يا اولاد انا خمسه زائد خمسه اوميجا، انت تقول على طول سالب خمسه اوميجا تربيع. سبعه اوميجا تربيع زائد سبعه، تقول لي سالب سبعه اوميجا. يبقى عرفت انا اول خاصيه. طيب الخاصيه دي لها تابع يا اولاد، ايه التابع بتاعها؟ التابع بتاع الخاصيه دي ان انا ممكن
ابسط. بصوا ليه لما اجي اقول لك مثلا ايه، اختصر الكلام ده، 7 + 2 ω + 3 ω تربيع بتساوي. ابسط الكلام ده ازاي؟ بصوا شباب، السبعه دي اسمها معامل الواحد، والاثنين معامل الاوميجا، 3 معامل الاوميجا تربيع. يبقى لما اقول لك معاملات الجذور التكعبيه الواحد ساعته ل 7 و2 و3، طب لما تيجي تبصر ده اقل معامل عندك كام؟ الاثنين. يقوم السبعه دي اكتبها 2 + 5، واروح كاتب دي 2 ω، والثلاث اوميجا تربيع اكتبها 2 ω تربيع + ω تربيع. عشان كده انت وحدت المعاملات، معامل الواحد 2، معامل الاوميجا 2، معامل الاوميجا تربيع 2، ده بكام؟ يبقى ده مقدار، ده اتبسط الى 5 + ω تربيع. لما اقول لك 11 + 7 ω + 4 ω تربيع، مين اقل معامل الاربعة؟ بسط، اكتب دي عبارة عن ايه؟ 4 + 7 ω دي اكتب 4 ω + 3 ω، تقول زائد 4 ω تربيع. ليه ده بكام بقى؟ بصفر. يبقى المقدار ده اتبسط الى 7 + 3 ω. هتساعدك في مسائل هنشوفها دلوقتي بعد شويه. لما اقول لك مثلا ايه، -2 + 5 ω + 3 ω تربيع، مين اقل معامل؟ -2. طب تخلي ده -2، وما خلي دي -2 ω + 7 ω، هو 5 ω. دي -2 ω تربيع + 5 ω تربيع، ده بكام؟ بصفر. تبقى اختصار الكلام ده 7 ω + 5 ω تربيع. ده اول خاصيه. تاني خاصيه، انت عندك الاوميجا اللي هي جتا 120 + تيجا 120، اللي هي -0.5 + 3/2 ، طب لما اقول لك اوميجا تكعيب تقول لي بتساوي جتا 120 + تيجا 120، الكل اس 3. طبق دي موفر، اوميجا تكعيب بتساوي جتا 360 + تيجا 360، الاوميجا تكعيب بتساوي 1، لان ده بصفر. يبقى انت خلاص عرفت الاوميجا تكعيب بتساوي 1. طيب اوميجا اس نون امتى بتساوي 1 بقى؟ اذا كانت نون تقبل القسمه على 3. يعني من اوميجا اس 6 تقول لي ب1، اوميجا اس 9 تقول لي ب1، اوميجا اس 27 ب1، طالما الاس يقبل على 3. طيب شويه خواص بقى بسيطه، اوميجا اس 4 تديني اوميجا تكعيب في اوميجا، تديني اوميجا، اوميجا اس 7، اوميجا اس 6 في اوميجا، اوميجا، اوميجا اس 10، اوميجا اس 9 في اوميجا، تديني اوميجا. يبقى اوميجا اس نون امتى بتساوي اوميجا؟ اذا كان باقي قسمه نون على 4 على 3 بيساوي 1. لما تقسم مولد الأربعة على 3 فيها الواحد والبقي 1، 7 على 3 فيها الاثنين والبقي 1، 10 على 3 فيها الثلاثة والبقي 1. لما أقول لك أوميجا أس 22، فمثلا أوميجا أس 22 بتساوي اقسم ده على 3، فالسبعة في 3 بواحد وعشرين، من 22 تبقى 1، تديني أوميجا. أوميجا أس 34 اقسم على 3، فال 11 × 3 = 33، من 34 أوميجا. يبقى أوميجا أس نون قلنا بتساوي 1 إذا كان بتساوي أوميجا إذا كان باقي قسمة نون على 3 بيساوي كام؟ 1. طيب الحتة الأخيرة، أوميجا أس 5 بأوميجا تكعيب في أوميجا تربيع، تديني أوميجا تربيع. أوميجا أس 8 بأوميجا أس 6 في أوميجا تربيع، تديني أوميجا تربيع. أوميجا أس 11 أوميجا أس 9 في أوميجا تربيع، بأوميجا تربيع. يبقى أوميجا أس نون بتساوي أوميجا تربيع إذا كان باقي قسمة نون على 4 على 3 بيساوي 2. بمعنى أقول لك أوميجا أس 14 أقسم على 3، 14 على 3 فيها الأربعة، في 3 ب 12، من 14 2 تدي أوميجا تربيع. لما أقول لك أوميجا أس نون على بعضها بقى بتساوي كده، تقول لي بتساوي 1 إذا كانت نون تقبل القسمة على 3، أوميجا إذا كان باقي قسمة نون على 3 بيساوي 1،
اوميجا تربيع اذا كان باخر قسم 2 على 3 بيساوي كام؟ 2. قلت له طيب خاصيه رقم 3 الواحد على اوميجا باوميجا تربيع والواحد على اوميجا تربيع باوميجا. يعني ما اقول لك ايه 5 على اوميجا تقول لي 5 اوميجا تربيع، 5 على اوميجا تربيع تديني 5 اوميجا، 1 على اوميجا باوميجا تربيع. تقول لي طيب يا استاذ الخاصيه الاخيره بقى، الخاصيه ايه الاخيره؟ خاصيه 4 اوميجا ناقص اوميجا تربيع بتساوي زائد او ناقص جذر 3 ت، او اوميجا تربيع ناقص اوميجا بيساوي زائد او ناقص جذر 3 ت. انا بالنسبه لك انت بقى اوميجا ناقص اوميجا تربيع الحاجه الوحيده ممكن اقول لك اثبت ده، دي تثبت ان اوميجا ناقص اوميجا تربيع بتساوي. طيب انا لو اقول لك اثبتها اجيب اوميجا ناقص اوميجا تربيع الكل تربيع ربع ده كده، شوف ده بيساوي ايه، فكها كده فكر يا استاذ يلا تدري ايه دي. ها اوميجا تربيع 2 الاول في الثاني 2 اوميجا تكعيب زائد اوميجا اس 4 تديني اوميجا تربيع ناقص 2 زائد اوميجا، مال اوميجا تكعيب بواحد، الاوميجا زائد اوميجا تربيع بسالب 1 سالب 2 تديني سالب كام؟ 3. يبقى اوميجا ناقص اوميجا تربيع الكل تربيع، بدل ما اقول سالب 3 اقول 3 ت تربيع، يبقى اوميجا ناقص اوميجا تربيع بتساوي موجب او سالب جذر 3 ت. نفس الكلام ربع ده في الاديك نفس الكلام، دي اللي اسمها خواص الجذور التكعيبيه للواحد صحيح. عاوز اعلمك حاجه بقى، لما اقول لك س تكعيب ناقص 1 تساوي 0 وقال لك الس تنتمي لكاف يعني عدد مركب، تبقى الس بتساوي ايه؟ ما هو طالما س تكعيب هتساوي 1 تبقى الس بتساوي الجذر التكعيبي للواحد، تبقى الس بتساوي اما 1 او اوميجا او اوميجا تربيع. يبقى لما اقول لك س تكعيب بتساوي 1 س بتساوي 1 يا اوميجا يا اوميجا، ده الحل على طول. طب لما اقول لك س تكعيب ناقص 8 بتساوي 0 حل المعادله دي في كاف، تقول لي س تكعيب بتساوي 8 الس بتساوي الجذر التكعيبي ل 8 بقى، تقول لما اجي اجيب الجذر التكعيبي ل 8 ها الجذر التكعيبي ل 8 الجذر التكعيبي ل 8 الجذر التكعيبي ل 8 يا اما 2 يا اما 2 اوميجا يا اما 2 اوميجا تربيع، على اعتبار 2 في 2 في 2 ب 8، 2 اوميجا في 2 اوميجا في 2 اوميجا ب 8 اوميجا تكعيب ب 8، 2 اوميجا تربيع في 2 اوميجا تربيع في 2 اوميجا تربيع ب 8 اوميجا اس 6 تديني كام؟ 8. يبقى لما اقول لك س تكعيب بتساوي 8 تقول لي س بتساوي ايه؟ يا 2 يا 2 اوميجا يا 2 اوميجا تربيع. ودليل ذلك الاوميجا بتساوي ايه يا اولاد؟ يلا كده سالب نص زائد الجذر 3 على 2 ت، ملاحظه مهمه قوي. طب الاوميجا تربيع سالب نص ناقص جذر 3 على 2 ت. طب لو ضربت هنا في سالب تبقى النص ناقص جذر 3 على 2 ت تساوي سالب اوميجا. يبقى لو قلبك الشكل ده تكتب مكانه اوميجا، الشكل ده تكتب مكانه كام؟ سالب اوميجا. طيب اضرب في سالب الاثنين هنا تبقى نص زائد جذر 3 على 2 ت بتساوي سالب اوميجا تربيع. يبقى الكلام ده تكتب مكانه سالب اوميجا تربيع، الكلام ده تكتب مكانه سالب اوميجا. دي ملاحظه طيب سهله جدا. اثنين لما اقول 1 زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع، 1 زائد 2 اوميجا الكل تربيع، عاوزك تفك دي وتفك دي وماذا تستنتج؟ فك دي كده تديني 1 زائد 4 اوميجا اس 4، 4 اوميجا تربيع الاول زائد 4 اوميجا اس 4 مربع الاول، الاول في الثاني في 2 زائد مربع الاخير. اوميجا اس 4 بكام؟ باوميجا هتديني 1 زائد 4 اوميجا تربيع زائد 4 اوميجا، 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع بسالب 4 تديني 1 ناقص 4 تديني سالب 3. يبقى الواحد زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع بيساوي سالب 3. طب فك دي، 1 زائد 2 اوميجا الكل تربيع فكها دي تديني كام؟ 1 زائد 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع، 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع بسالب 4 تديني 1 ناقص 4 تديني كام؟ يبقى 1 زائد 2 اوميجا الكل تربيع بتساوي كام؟ سالب 3. ماذا نلاحظ يا استاذ؟ ماذا نلاحظ؟ ان 1 زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع
واحد زائد اتنين اوميجا تربيع الكل تربيع بتساوي واحد زائد اتنين اوميجا الكل تربيع بتساوي سالب تلاتة. ما الحاجات دي هتبسط لك الدنيا. تقول طيب السؤال الاول اي سؤال من دول يجي لك في الامتحان اكمل حل المعادلة او جذور المعادلة الاتية حيث س تنتمي الكاف. نمرة واحد جذور المعادلة س تكعيب زائد تمانية بتساوي صفر. جذور المعادلة دي حيث س تنتمي الكاف عاوز جذور المعادلة دي. تقول لي بما ان س تكعيب ناقص زائد تمانية بتساوي صفر يبقى س تكعيب بتساوي سالب تمانية يبقى س بتساوي ولاد الجذر التكعيب لسالب تمانية. عارف الجذر التكعيب لسالب تمانية؟ تقول س بتساوي يا اما سالب اتنين يا اما سالب اتنين اوميجا يا اما سالب اتنين اوميجا تربيع. طب انت لو ضربت سالب اتنين في سالب اتنين في سالب اتنين تديني سالب تمانية. سالب اتنين اوميجا في سالب اتنين اوميجا في سالب اتنين تكون بسالب تمانية كذلك سالب تمانية. يبقى هنا على طول تقول س بتساوي كام؟ يا سالب اوميجا يا سالب اتنين اوميجا يا سالب 2 اوميجا تربيع يا سالب 2 يا سالب 2 اوميجا يا سالب 2 اوميجا تربيع. اقول لك على حاجه ساعات استظرف ولاد في الامتحان يقول لك ايه حل المعادله الاتيه في كاف س اس 6 ناقص 9 س تكعيب زائد 8 بتساوي صفر. حل المعادله في كاف س اس 6 ناقص 9 س تكعيب زائد 8. انا عشان خاطر احل المعادله دي اقصد ده مقدار ثلاثي عادي. تقول بما ان اذا س تكعيب في س تكعيب تساوي مقدار ثلاثي الس اس 6 طبعا هي س تكعيب في س تكعيب ناقص ونص الثمانية 8 في 1 ادي سالب 8 س تكعيب وادي سالب س تكعيب بسالب 9 س تكعيب. يبقى الس تكعيب ناقص 8 بتساوي صفر والس تكعيب ناقص 1 تساوي صفر. من هنا س تكعيب تساوي من هنا س تكعيب بتساوي الس تكعيب بتساوي 8. يبقى الس بتساوي ايه بقى؟ يا اما 2 او س بتساوي 2 اوميجا س بتساوي 2 اوميجا تربيع. هنا س بتساوي 1 س بتساوي اوميجا س بتساوي اوميجا تربيع. يبقى في الاخر مجموعه الحل بتساوي المجموعه 2 2 اوميجا 2 اوميجا تربيع و 1 واوميجا واوميجا تربيع. لو جاب لك مساله بالشكل ده يقول لك مثلا ايه ها س تك 6 ناقص 28 س تكعيب زائد 27 تساوي صفر. حل المعادله الاتيه في كاف لازم تجيب ست قيم لسين. هتحلل ده مقدار ثلاثي عادي تبقى كام؟ س تكعيب في س تكعيب ناقص ونقص ال 27 كام في كام ولاد؟ 27 في 1 يبقى س تكعيب بتساوي 27 او ها س تكعيب بتساوي 1. من هنا الس بتساوي كام؟ يا 3 يا 3 اوميجا يا 3 اوميجا 3 اوميجا تربيع. كده س بتساوي 1 اوميجا واوميجا. يبقى مجموعه الحل 3 3 اوميجا 3 اوميجا تربيع 1 اوميجا واوميجا تربيع. ده مجموعه الحل. تعالى عاوز الجذرين التربيع للعدد 1 زائد اوميجا تربيع. طلع عشان اجيب الجذر التربيعي للكلام ده ولاد انا عاوز ايه الجذر التربيعي لواحد زائد اوميجا تربيع. تقوم تقول الجذر التربيعي لواحد زائد اوميجا تربيع. واحد زائد اوميجا تربيع استخدم الخواص بصه مش انت عندك واحد زائد اوميجا تربيع بصفر يبقى الواحد زائد اوميجا تربيع بيساوي كام؟ سالب اوميجا. اخليها كده سالب اوميجا. طول عادي سالب اوميجا طول ده بيساوي الجذر التربيعي بدل سالب واحد دي اخليها ت تربيع في اوميجا. ما هو ت تربيع بكام؟ بسالب واحد. ده اختصار على طول بقى الجذر التربيعي بدل الاوميجا دي اخليها ت تربيع في اوميجا اس 4. اوميجا اس 4 هي مين؟ ما هي اوميجا اساس. تبقى تديني موجب او سالب اوميجا تربيع ده. ده الجذر التربيع الواحد زائد اوميجا تربيع بيساوي هذا الكلام. بسيطه قوي. في سؤال اولاد خايف انا منه السنه دي ممكن اقول لك ايه في الامتحان. اذا كان العين واحد يساوي الف اوميجا زائد ب اوميجا تربيع والعين اتنين يساوي الف اوميجا تربيع زائد ب اوميجا ولا اثبت ان عين واحد وعين اتنين مترافقان. اثبت ان عين واحد وعين اتنين ايه مترافقان. حته الترافق مش باينه هنا. انا قلت لك امتى العددين يبقوا مترافقين؟ لو توفر فيهم الخاصيتين مجموعهم ينتمي لها وحاصل ضربهم ينتمي لها حيث هو هيقول لك ايه الف
وبه بينتموا لها. يعني الالف بأعداد حقيقيه. تقول لي يا استاذ اثبت ان دول مترافقين ازاي؟ اجيب عين واحد زائد عين اثنين تساوي. تقول لي الف اجمع بقى عين واحد زائد عين اثنين تديني ايه؟ ها؟ الف مشترك هتبقى اوميجا زائد اوميجا تربيع زائد ب مشترك اوميجا زائد اوميجا تربيع. طب اوميجا زائد اوميجا تربيع بكام؟ بسالب واحد تديني سالب الف سالب ب سالب الف زائد ب. انت قايل لك الف ب تنتمي لها يبقى الكلام ده بينتمي لها. يبقى العين واحد زائد عين اثنين عدد ايه؟ حقيقي. طيب اجيب عين واحد في عين اثنين عين واحد في عين اثنين تساوي عين واحد في عين اثنين. لما اجيب عين واحد في عين اثنين هتقول لي يلا الف اوميجا زائد ب اوميجا تربيع في الف اوميجا تربيع زائد ب اوميجا. بضرب ده في الاثنين دول وده في الاثنين دول الف الف بالف تربيع اوميجا تكعيب زائد الف ب اوميجا تربيع. اضرب ده في الاثنين دول تبقى هنا الف ب اوميجا اس 4 زائد ب تربيع اوميجا تكعيب. اوميجا تكعيب بواحد اوميجا تكعيب بواحد تديني هنا الف تربيع زائد ب تربيع. دي الف اوميجا تربيع دي الف ب اوميجا اس 4 الف ب اوميجا تربيع الف ب اوميجا اس 4. طب ما الاوميجا اس 4 بكام يا اولاد؟ باوميجا. خد الف ب عامل ايه؟ مشترك. يبقى فيها اوميجا تربيع زائد اوميجا. اوميجا تربيع زائد اوميجا بكام؟ بسالب واحد. الكلام ده يديني الف تربيع زائد ب تربيع ناقص الف ب. رتبها بقى خلي الف تربيع ناقص الف ب زائد ب تربيع. برضه ده بينتمي لمين؟ لحا. طالما اولاد مجموع العددين ينتمي لحا حاصل ضرب العددين ينتمي لحا تقول اذا عين واحد وعين اثنين ايه؟ مترافقان. ودليل ذلك اولاد في بعض الكتب يقول لك مثلا ايه؟ يقول لك ايه؟ مرافق الواحد زائد ت واحد زائد اوميجا. مرافق الواحد زائد اوميجا، هل هو سالب اوميجا؟ هل هو اوميجا تربيع؟ هل هو اوميجا؟ هل هو واحد زائد اوميجا تربيع؟ عاوز مرافق الواحد زائد اوميجا، هل هو ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ هقول لك على حاجه. هو مرافق الواحد زائد اوميجا مرافق الواحد زائد اوميجا بيساوي واحد زائد اوميجا تربيع. تقول لي طب اعرفه ليه واحد زائد اوميجا تربيع يا استاذ؟ هقول لك على حاجه. لان لو انت جبت واحد زائد اوميجا زائد واحد زائد اوميجا تربيع هل ده يديك عدد حقيقي؟ يلا واحد واحد اثنين زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع تديني اثنين ناقص واحد تديني واحد بينتمي لها. اجيب واحد زائد اوميجا في واحد زائد اوميجا تربيع ده بيساوي واحد في واحد بواحد زائد اوميجا تربيع زائد اوميجا زائد اوميجا تكعيب. اوميجا تكعيب بكام؟ بواحد. واحد واحد اثنين زائد اوميجا تربيع زائد اوميجا بسالب واحد تديني واحد برضو بينتمي لمين؟ طالما مجموع دول حقيقي حاصل ضربهم حقيقي يبقى ده مرافق ده. اقول لك على حاجه. تقول لي طب يا استاذي انا خلاص انت حفظتها. لو قال لك واحد زائد اوميجا مرافقها كام؟ واحد زائد اوميجا تربيع. طب واحد زائد اثنين اوميجا المرافق بتاعها واحد زائد اثنين اوميجا تربيع على طول. طب تقول اعرفها ازاي؟ في طريقه اولاد جميله قوي اسمها طريقه ايه؟ اسمها بيسموها كده طريقه استنفاذ الخيارات اللي عندك. استنفز الخيارات اللي عندي. طيب هل الواحد زائد اوميجا المرافق بتاعها سالب اوميجا؟ اضربهم في بعض واجمعهم. لو ضربوهم حقيقي حصل ضربهم حقيقي يبقى ده المرافق. مش هتلاقي الخاصيه دي متوفره. هتطبق الخاصيه هنا بقى مجموع دول وحصل ضربهم. مش هيديك ايه؟ الخاصيه مش هتحققه. ها دي مع دي. لكن خد دي مع دي بقى مجموع عدد حقيقي حصل ضربهم عدد ايه؟ حقيقي. طالما دي هتحقق المجموع عدد حقيقي حصل ضرب عدد حقيقي يبقى تقول لي اذا ده وده ايه؟ مترافقات. تقول لي طيب بص يا شباب سؤال سهل قوي وجا في الامتحان قبل كده. قال لك س بتساوي ا زائد ب والص بتساوي ا اوميجا زائد ب اوميجا تربيع والعين بتساوي ا اوميجا تربيع زائد ب اوميجا.
هو عاوز يجيب سين في صاد في عين. انت تقول لي سين في صاد في عين تساوي ألف زائد ب في ألف أوميجا زائد ب أوميجا تربيع في ألف أوميجا تربيع زائد ب أوميجا. هو في هدف بالسؤال أخلي ألف زائد ب أضرب اللي فيه أوميجا بقى أضرب ده في الاثنين دول وارجع أضرب ده في الاثنين دول بنفس الترتيب. ها ألف أوميجا في ألف أوميجا تربيع بألف أوميجا تكعيب ألف ب أوميجا تربيع زائد ألف ب أوميجا أس أربعة أوميجا أس أربعة اللي هي أوميجا زائد ب تربيع أوميجا تكعيب تساوي ألف زائد ب في ألف أوميجا تكعيب بألف. دي ألف تربيع على فكرة عشان ألف 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 تربيع أوميجا تكعيب واحد. وهنا هناخد ألف ب عامل مشترك هيبقى فيها أوميجا تربيع زائد أوميجا ب تربيع هتديني ألف زائد ب في ألف تربيع ناقص ألف ب لأن أوميجا زائد أوميجا تربيع بسالب واحد زائد ب تربيع. بص يا ولد ضرب المقدار ده ببعضه تديني ألف تكعيب زائد ب تكعيب. لما تيجي تحلل ده مجموع مكعبين ألف زائد ب بتربع الأول الأول في الثاني بإشارة مخالفة زائد ب تربيع ضربته على طول كده تديني ألف تكعيب. هو ممكن ساعات في الامتحان يقول لك إيه اثبت ان الكلام ده ده في ده في ده بيساوي ايه الف تكعيب زائد ب تكعيب. سهله ما صعبه خالص. السؤال رقم أربعة اذا كان س بيساوي ناقص واحد زائد جذر 3 على 2 ت حيث ت التربيع بتساوي سالب واحد اوجد القيمه العدديه للمقدار س اس 8 زائد س اس 4 زائد 5. عاوزين القيمه العدديه لهذا المقدار. السين بتساوي سالب واحد زائد جذر 3 ت على 2 يعني سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت اللي هي الأوميجا. يبقى المقدار س أس 8 زائد س أس 4 زائد س أس زائد 5 بتساوي زائد 5 بتساوي أوميجا أس 8 أوميجا أس 4 زائد 5 تديني أوميجا تربيع زائد أوميجا بس زائد 5. تقسم الأس ده على 2 تديني أوميجا تربيع على 3 آسف يبقى 2 8 على 3 فيها الاثنين والباقي 2 4 على 3 فيها الواحد والباقي 1. الأوميجا زائد أوميجا تربيع بسالب 1 زائد 5 المقدار ده يديني كام؟ 4. ده القيمة العددية. بص يا عاوزك تقول لك إيه؟ العين تربيع ناقص 2 أوميجا عين سالب أوميجا بتساوي صفر. سؤال كتاب المدرسة عاوزين العين بتساوي إيه؟ يعني عاوز يحل المعادلة دي. هات اللي ما فيهوش عين الناحيه الثانيه عين تربيع ناقص 2 اوميجا عين تساوي اوميجا. وقف معامل العين كام هنا زي معامل السين لكن دي سين تربيع ناقص 2 اوميجا سين. معامل العين كام؟ سالب 2 اوميجا اقسم على 2 يبقى سالب اوميجا ربع يبقى اوميجا تربيع. يبقى تقول عين تربيع ناقص 2 اوميجا عين ازود اوميجا تربيع هنا وتزود اوميجا تربيع هنا بس الزيادة حطيت أوميجا تربيع هنا أوميجا تربيع جبتها زي دي تمسك معامل عين تقسمه على 2 تربعه تضيفه هنا وتضيفه هنا تبقى لما تيجي تحل دي تدي عين ناقص أوميجا الكل تربيع بدل أوميجا زائد أوميجا تربيع تديني سالب واحد تديني هنا يا أستاذ العين ناقص أوميجا الكل تربيع بتساوي ت تربيع العين ناقص أوميجا بتساوي موجب أو سالب ت. إما العين ناقص أوميجا بتساوي ت أو عين ناقص أوميجا بتساوي سالب ت. من هنا العين تساوي أوميجا زائد ت أو عين تساوي أوميجا ناقص ت. السؤال التاني أكمل ممكن يجي لك أكمل أولاد إذا كان س بتساوي واحد زائد أوميجا زائد أوميجا تربيع زائد أوميجا تكعيب زائد ناقص أوميجا أس 20 فإن س تساوي. اسمع كده أولاد في حاجة أولاد خدتوها في سنة تانية ثانوي اللي هو مجموع المتتابعة الهندسية. لما أقول لك مجموع المتتابعة لما أقول لك ألف زائد ألف ر زائد ألف ر تربيع إلى 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 نون حدا يبقى عدد الحدود هنا كام؟ نون. تقول لي بتساوي جيم نون حد بيساوي ألف ف
في ريه أس نون ناقص واحد على ريه ناقص واحد. ألف لو الحد الأول، ريه اللي هو الأساس. أهم حاجة أولاد إن أنت لازم تعرف عدد الحدود. بمعنى وأنا لما قلت لك إيه، سين زائد سين تربيع زائد سين تكعيب إلى إلى زائد سين أس عشرين، ما ده الحد الأول، ده الحد الثاني، ده الثالث، ده الحد العشرين. يبقى ده مجموع كم حد؟ عشرين حد. المجموعة هنا تقول لي جيم عشرين، تقول لي ألف في ريه أس نون ناقص واحد على ريه ناقص واحد، بس أقول ريه أس كم هنا؟ عشرين. تقول لي مجموع العشرين حد بيتساوي الألف هنا بسين، في الريه بسين، سين أس عشرين ناقص واحد على سين ناقص واحد. طب لو قلت لك هات لي واحد زائد سين زائد سين تربيع سين تكعيب زائد نقط زائد سين أس عشرين، هنا فرقت عدد الحدود. عارفين عدد الحدود؟ من اول هنا لهنا 20 حد، وادي حد، يبقى عدد الحدود كم؟ بس الحد الاولاني هنا اسمه ايه؟ هو الف. يبقى تقول لي ده مجموع 21 حد بيساوي الف في ريه اس 21 ناقص 1 على ريه ناقص 1، اللي هي الف بواحد في سين اس 21 ناقص 1 على سين ناقص 1. تقول لي طيب انا عندي هنا بقول لك ايه في السؤال؟ ها؟ سهل قوي قوي قوي. يقول لك ايه؟ سين بتساوي واحد زائد اوميجا، اوميجا تربيع، اوميجا تكعيب زائد نقط الى اوميجا اس 20. هنا بقى مجموع الحدود، هنا عدد الحدود كام؟ هل 20 ولا 21؟ 21. الحد الاولاني كام؟ واحد. والاساس هنا ايه؟ اوميجا. يبقى مجموع 21 حد. تقول بتساوي ألف في ريه أس 21 ناقص 1 على ريه ناقص 1. الألف هنا بيولد بواحد في أوميجا أس 21، لأن الأساس هنا أوميجا، ناقص 1 على أوميجا ناقص 1. الأوميجا أس 21 الأس يقبل على كام؟ 3. أوميجا أس 21 بواحد ناقص 1 على أوميجا ناقص 1، تديني صفر على أوميجا ناقص 1 تديني صفر. ممكن يجي لك اختيار من متعدد يقول لك الكلام ده بيساوي صفر ولا اثنين ولا واحد ولا اوميجا تربيع، هي هي ما فيهاش مشاكل. مجموع المتابعه الايه؟ الهندسيه. نمره اثنين اولاد، دي الحته دي يقول لك ايه؟ عاوزين الجذر التربيعي لتلاته زائد اربعه تاني. طبعا لما اقول لك هجي لك اختيار، فلو جالك اختيار ما فيش وقت بقى ان انا اعمل بقى السؤال ده، ممكن ياخد منك وقت وممكن اعمله بسرعه. بص يا شباب السؤال ده، بس انا مش هشتغل بالطريقه دي، هقول لك طريقه تحفظها دلوقتي، بس انا عشان بس تقتنع. بس انت لو حبيت تجيب الجذر التربيعي للكلام ده ممكن خلي 3 زائد 4 تاني. لو قلت هزود واحد واطرح واحد، انا ما عملتش حاجه. لو الواحد ده مع الثلاثة دي يديني كام؟ 4 زائد 4 تاني. هنا بقى السالب واحد، السالب واحد هكتبها ت التربيع. انا عملت حاجه؟ طب هل ده يا باشا مقدار ثلاثي مربع كامل؟ تبقى الجذر التربيعي لكم؟ 2 زائد ت الكل، تبقى موجب او سالب 2 زائد ت. يبقى الجذر التربيعي ل 3 زائد 4 ت بيساوي يا اما 2 زائد ت يا اما ناقص 2 ناقص ت. ده الجذر التربيعي لتلاتة زائد أربعة ت، يا إما بيساوي الكلام ده أو الجذر التربيعي لتلاتة زائد أربعة ت بيساوي هذا الكلام. بس أنا مش هعمل الكلام ده، هوريلك طريقة. بص يا لما أديك أي عدد مركب عين بيساوي تلاتة زائد أربعة ت، ده بينظر الزوج المرتب تلاتة وأربعة. لما تيجي تمثل العدد بنقطة في المستوى أرجنت بتمشي 3 تطلع 4، دي النقطة ألف، اسمها النقطة أولاد التي تمثل العدد عين 3 و4. مشيت كده 3 طلعت 4، طول المتجه اللي بدايته نقطة الأصل نهاية النقطة التي تمثل العدد اسمه مقياس العدد عين، وبنرمز له بالرمز لام. فأنت عندك مقياس عين أو لام، تقول الجذر التربيعي لسين تربيع زائد ص تربيع يساوي الجذر التربيعي لتسعة زائد 16. جذر 25 بيساوي كم؟ 5. انا عاوز المساله دي لما تجي لك عاوز الجذر التربيعي للكلام ده. اول حاجه اولاد
بجيب مقياس العدد اللي جوه. مقياس العدد عين. هتقول اللام بتساوي الجذر التربيعي لتسعة زائد 16. اللام بيساوي الجذر التربيعي ال 25 بيساوي كام؟ 5. بجيب الجذر التربيعي لمين؟ او بجيب مقياس العدد اللي جوه اللي هو الجذر التربيعي ل س تربيع زائد س تربيع. جبت الجذر التربيعي. عارف الجذر التربيعي اللي كان ده بيساوي موجب او سالب؟ الجذر التربيعي للام زائد س على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي للام ناقص س على 2. بس افتكر اللام انت جبتها بكام؟ بخمسة. يبقى زائد او ناقص الجذر التربيعي 5. السين هنا بكام؟ على 2. زائد او ناقص الجذر التربيعي لام ناقص س على تبقى كام؟ 5 ناقص 3 على 2. بس مضروب مين؟ تقوم دي بتساوي على طول 5 و3 8 على 2 4 جذرها 2 زائد او ناقص 5 ناقص 3 على 2 جذر الواحد تديني تاني. في اي مساله هتعمل الكلمتين دول تاني. لما اقول لك عاوز الجذر التربيعي 8 زائد 6 ت 8 زائد 6 ت تقول الجذر التربيعي على طول. اول حاجه جيب اللام 10 على طول. اللام بكام؟ ب 10. تقول ده بيساوي زائد او ناقص الجذر التربيعي للام زائد س على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي للام ناقص س على 2 ت. خلاص انت جبت اللام بتاع الكلام ده بكام؟ 10. هتبقى 10 زائد 8 على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي اللي كان بقى 10 8 على 2 ت تساوي موجب او سالب 3 موجب او سالب 1 في ت بت. يبقى اما 3 زائد ت يا سالب 3 سالب ت. ها وصلت ولا اقول تاني؟ تشوف بقى نجيب اللام بس على طول تقول الجذر التربيعي بيساوي على طول وتخلص. السؤال رقم كام؟ رقم 3. السؤال رقم 3 إذا كان العين زائد واحد على عين بيساوي واحد. هو عاوز منك ولاد إيه؟ عاوزين قيمة عين أس خمسة زائد واحد على أس خمسة. يقول لك إذا كان واحد عين زائد واحد على عين بيساوي واحد. حيث عين ينتمي لمين؟ لكاف. وسعة الأساسية تنتمي لطه واتنين طه. فإن عين أس خمسة زائد واحد على عين أس خمسة بتساوي نقط. أنا عاوز عين أس خمسة زائد واحد على عين أس خمسة. تقول لي أهم حاجة عاوز أعرف العين. انا يمكن في بدايه الحصه يا اولاد قلت لكم الاوميجا بتساوي ايه؟ سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت. طب الاوميجا تربيعه سالب نص سالب جذر 3 على 2 ت. وقلت لك عشان احفظها الجذور التكعيبيه لو حد صحيح بواحد باوميجا واوميجا تربيعه. الاوميجا اللي هي جتا 120 زائد ت جا 120. الاوميجا التربيع جتا 240 زائد ت جا 240. ده اللي هو سالب نص زائد جذر 3 على 2 ت. ده اللي هو سالب نص سالب جذر 3 على 2 ت. لازم نحفظها. فانت حافظ الاوميجا ناقص نص زائد جذر 3 على 2 ت. الاوميجا التربيع بسالب نص سالب جذر 3 على 2 ت. هستخدمها في مسائل حته الحفظ دي. طب انت لو ضربت هنا في ناقص تقول لي سالب اوميجا بتساوي نص ناقص جذر 3 على 2 ت. طب لو ضربت هنا في ناقص تبقى سالب اوميجا تربيع بتساوي نص زائد جذر 3 على 2 ت. انا بقى خايف بقى لو جاب لك الحته دي ممكن لو انت مش عارف انها بسالب اوميجا تربيع هتتلبخ في السؤال والمساله تكبر معاك تبقى مشكله. النص ناقص جذر 3 بيساوي سالب اوميجا. تقول طيب هنا في السؤال اول حاجه انا عاوز اجيب الايه؟ العين. قال لك عين زائد 1 على عين بتساوي واحد. تقول اجيب العين ازاي؟ تقول ده يؤدي الى فك كلام اضرب في عين. تقول العين تربيع زائد واحد تساوي عين. اقول ده يؤدي الى
عين تربيع نقص عين ودي المطلق الناحية التانية تساوي سالب واحد فيهاش مشاكل. تقول لي عاوز اجيب العين، انا ممكن عشان اجيب العين اعتبر دي سين تربيع نقص سين تساوي سالب واحد، يعني ما انا سين تربيع نقص سين زائد واحد تساوي صفر. عاوز احل المعادلة، انا اعلمك طريقة بقى للحل جميلة اول قلت لك في بداية الحصة عشان تحل المعادلة بقى دي. معامل عين بكم هنا؟ بسالب واحد، اقسمه على اتنين يبقى سالب نص، ربعه يبقى ربع. هتقول هنا عين تربيع نقص عين زائد ربع تساوي سالب واحد زائد ربع. فانت بتعمل ايه بقى؟ بتضيف ربع هنا وربع هنا، مش بتضيف اوانطة. معامل عين بكام؟ بسالب واحد، اقسمه على كام؟ اتنين، سالب نص، ربعه، ربع، اضيف هنا ربع واضيف هنا ربع. احلل ده مقدار ثلاثي يا ولاد، عبارة عن عين نقص نص الكل بدل سالب واحد وزائد ربع تبديل السالب تلات اربع. ده يؤدي الى ان عين سالب نص الكل تربيع بيساوي تلات اربع ت تربيع. بدل السالب تلات اربع دي على اعتبار ت تربيع بكم؟ بسالب واحد. طول ده يؤدي الى العين سالب نص بيساوي موجب او سالب جذر 3 على 2 ت. خد الجذر التربيعي، يبقى اما العين سالب نص بتساوي جذر 3 على 2 ت، او عين سالب نص سالب جذر 3 على 2 ت. من هنا العين تساوي كام يا فندم؟ انت هو نص زائد جذر 3 على 2 ت. من هنا العين تساوي كام؟ ها، نص ناقص جذر 3 على 2 ت. مش دي بتفكرك بحاجة يا كابتن؟ انت هو العين هنا بقى اللي هي مين؟ نص زائد جذر 3 على 2 ت اللي هي الأوميجا تربيع. سالب أوميجا، سالب أوميجا تربيع، برافو. طب دي اللي هي سالب أوميجا، يبقى العين يا إما سالب أوميجا تربيع يا إما العين بكام؟ بسالب أوميجا. طلعت العين، طيب أنا طلعت العين، تقول لي عندما العين تساوي سالب أوميجا تربيع انا عاوز كلمة المقدار عين اس خمسة زائد واحد على عين اس خمسة دي بتساوي ايه؟ ما هو عين اس خمسة بتساوي ايه؟ سالب اوميجا تربيع لكل اس خمسة زائد واحد على سالب اوميجا تربيع لكل اس، ده بيساوي سالب اوميجا تربيع لكل اس خمسة. لما اجي افكها تديني كام؟ سالب اوميجا اس 10. سالب اوميجا اس 10، برافو، زائد واحد على سالب اوميجا اس 10 تساوي سالب، بدل اوميجا اس 10 ممكن اكتبها اوميجا، زائد على ناقص بناقص واحد على اوميجا. طب واحد على اوميجا بكام يا استاذ؟ هتديني كام؟ سالب اوميجا، سالب اوميجا تربيع، لان واحد على اوميجا اخد سالب عامل مشترك، تبقى اوميجا زائد اوميجا تربيع، واوميجا زائد اوميجا تربيع بسالب واحد في سالب تديني واحد. ده الكلام ده لما مين؟ ده لما السين بتسال العين بتساوي كام؟ سالب اوميجا تربيع. ممكن العين تساوي كام؟ سالب اوميجا. تقول لي عندما العين تساوي سالب اوميجا، يبقى العين اس 5 زائد 1 على عين اس 5 بتساوي عين اس 5، تقول لي سالب اوميجا اس 5 زائد 1 على سالب اوميجا اس 5 تديني ايه هنا؟ سالب اوميجا اس 5 زائد على ناقص بناقص واحد على اوميجا اس 5 دي تديني سالب اوميجا تربيع، سالب واحد على اوميجا تربيع تديني سالب اوميجا تربيع ناقص اوميجا. خد سالب عامل اوميجا تربيع زائد اوميجا بتساوي سالب واحد في سالب تديني كام؟ واحد. ممكن اقول لك اثبت ان عين اس 5 زائد واحد على اس 5 بتساوي واحد، لو كده او كده مفيش مشاكل كده. ده السؤال رقم كام؟ رقم ثلاثة. السؤال رقم أربعة يقول لك إيه في السؤال؟ ها، أوميجا ناقص أوميجا تربيع زائد أوميجا تكعيب ناقص أوميجا إلى 20 حد، أوميجا ناقص أوميجا تربيع زائد أوميجا تكعيب ناقص أوميجا أس 4 إلى 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 20 حد. عارف طالما أوميجا أوميجا تربيع على 20 حد يبقى مجموع كام حد؟ 20 حد. تقول لي ده مجموع 20 حد من متتابعة هندسية، حدها الأول أوميجا يبقى ألف،
في أوميجا الأساس بقى ريه أس 20 ناقص 1 على ريه ناقص 1 المجموع 20 لحد بيساوي ألف بأوميجا ريه أس 20 سالب أوميجا أس 20 ناقص 1 على سالب أوميجا ناقص 1 يبقى مجموع ال 20 لحد بيساوي أوميجا في سالب أوميجا أس 20 بأوميجا أس 20 الأس هنا ياكل الإشارة بقى طب أوميجا أس 20 اللي هي أوميجا تربيع أوميجا تربيع ناقص 1 على خد سالب عامل مشترك أوميجا زائد 1 بتحلل اللي فوق يا باشا أولا ده هتبقى سالب أوميجا في أوميجا ناقص 1 في أوميجا زائد 1 أوميجا ناقص 1 في أوميجا زائد 1 على أوميجا زائد 1 أنا طبعا موجب على سالب أنا طلعت السالب فوق أولا الأوميجا زائد 1 تروح مع أوميجا زائد 1 الكلام ده بيساوي سالب أوميجا تربيع زائد أوميجا اللي هو بيساوي أخليها أوميجا ناقص أوميجا تربيع أوميجا ناقص أوميجا تربيع بزائد أو ناقص جذر 3 ده السؤال رقم كام؟ 4 السؤال رقم 5 سهل قوي 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 السؤال رقم 5 يقول لك ايه 2 ناقص 3 اوميجا على 2 اوميجا تربيع ناقص 3 ناقص 5 ناقص 7 اوميجا تربيع على 5 اوميجا ناقص 7 الكل اس 4 تساوي اولا دي 2 ناقص 3 اوميجا على 2 اوميجا تربيع ناقص 3 معامل الواحد فوق كام 2 معامل الاوميجا 3 معامل الاوميجا تربيع تحت 2 هنا 3 هنا المعاملات فوق زي المعاملات تحت طب مين اللي خالي من الاوميجا فوق ال 2 اخليها من تحت تقول اخليها من تحت ازاي يا استاذ هنا 2 ناقص 3 اوميجا خد اوميجا تربيع عامل مشترك 2 اوميجا تربيع على اوميجا تربيع فيها 2 ناقص 3 على اوميجا تربيع ب 3 اوميجا هتلاقي ده راح مع ده ناقص هنا 5 ناقص 7 اوميجا مين اللي خلى من اوميجا فوق الخمسة اخليها من تحت خد اوميجا عامل مشترك من تحت هتبقى 5 ناقص 7 اوميجا تربيع فوق 5 ناقص 7 اوميجا تربيع الكل اس 4 ده راح مع ده ده بيساوي 1 على اوميجا تربيع ناقص 1 على اوميجا الكل اس 4 ده بيساوي 1 على اوميجا تربيع باوميجا ناقص 1 على اوميجا باوميجا تربيع الكل اس 4 هتبقى زائد او ناقص جذر 3 ت طالما الاس زوجي يبقى جذر 3 ت الكل اس 4 تديني 9 ده السؤال رقم كام رقم 5 السؤال رقم 6 السؤال رقم 6 بص يا شباب 1 زائد 2 اوميجا تربيع على اوميجا الكل اس 4 زائد اوميجا تربيع على 1 زائد 2 اوميجا الكل اس 4 انا عاوز اجيب قيمه المقدار ده في ملاحظه قلتها لكم في اول الحصه ايه الملاحظه اللي في اول الحصه ان 1 زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع 1 زائد 2 اوميجا الكل تربيع اعرف الملاحظه دي كده هتساعدك في السؤال بسهوله فكري تدري كام 1 زائد 4 اوميجا اس 4 تربيع زائد 4 اوميجا اس 4 1 زائد 4 اوميجا تربيع زائد الاوميجا اس 4 بكام يا اخوانا اوميجا اس 4 باوميجا هتبقى 4 اوميجا طب 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع بسالب 4 و1 تديني سالب 3 يبقى 1 زائد 2 اوميجا تربيع الكل تربيع بسالب 3 فك دي 1 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع 4 اوميجا زائد 4 اوميجا تربيع بسالب 4 1 سالب 4 تديني كام ايه الاستنتاج ان 1 زائد 2 اوميجا تربيع كل تربيع بسالب 3 و1 زائد 2 اوميجا تربيع لكل تربيع بتساوي كام 1 زائد 2 اوميجا كل تربيع بتساوي كام سالب 3 تقول طيب انا عاوز قيمه المقدار ده فوق كل فوق يا استاذ يلا فوق تبقى 1
زائد 2 اوميجا تربيع، الكل اس 4. بدل الكل اس 4 اخليها الكل تربيع، الكل كده تربيع على اوميجا اس 4 زائد. فك دي يا استاذ تديني كام؟ فك دي يا استاذ، ها؟ اوميجا اس 8 على 1 زائد 2 اوميجا اس 4 اخليها تربيع، الكل تربيع. دي بكام على طول؟ بسالب 3. سالب 3 تربيع 9 على اوميجا زائد، ها، اوميجا تربيع على 9. طيب بص يا شباب، 9 على اوميجا ب 9 اوميجا تربيع زائد 9 اوميجا تربيع. واحد المقامات تبقى كام يا اساتذه؟ 9. تبقى دي كام؟ 81 اوميجا تربيع زائد اوميجا تربيع تديني كام؟ 82 اوميجا تربيع على 9 وهو المطلوب. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ 82 اوميجا تربيع على 9. ساعة تقول لك اثبت. طيب رقم 7، بما ان 1 ناقص ت في س زائد ت ص بتساوي 19 في 1 على 2 ناقص 3 اوميجا تربيع 1 5 زائد 3 اوميجا تربيع. عاوز الس والص، س ده زي ما هو، قول 1 ناقص ت في س زائد ت ص تساوي 19 في، بوحد المقامات اضرب دول في بعض، 2 ناقص 3 اوميجا تربيع في 5 زائد 3 اوميجا تربيع، بقسم ده على ده فيها 5 زائد 3 اوميجا تربيع، ده على ده فيها 2 ناقص 3 اوميجا تربيع، اختصر ده مع ده تبقى الواحد ناقص ت في س زائد ت ص بتساوي 19 في 7. بضرب ده في الاثنين دول 10 ناقص ولا زائد 6 اوميجا تربيع ناقص 15 اوميجا تربيع ناقص 9 اوميجا اس كام؟ 4. هتبقى 1 ناقص ت في س زائد ت ص بتساوي 19 في 7 على اولا دي اوميجا اس 4، اوميجا اس كام دي؟ 4 باوميجا. طب دي 10، دي 6 اوميجا تربيع ناقص 9 ال 15 اوميجا تربيع تديني ناقص 9 اوميجا تربيع سالب 9 اوميجا هتديني 1 ناقص ت في س زائد ت ص تساوي 19 في 7 على اولا السالب 9 اوميجا تربيع، السالب 9 اوميجا لو انت خدت سالب 9 من المشترك، سالب 9 من المشترك اوميجا تربيع زائد اوميجا هتديني سالب 1 في سالب بموجب، يبقى هتديني كام بقى؟ ها س 1 ناقص ت في س زائد ت ص، س زائد ت ص تساوي 19 في 7 على 19، ال 19 مع 19. وارجع اقول يا اولاد الس زائد ت ص، الس زائد ت ص تساوي 7 على 1 ناقص ت، اقول س زائد ت ص تساوي 7 في، اضرب في المرافق فوق وتحت تبقى 1 زائد ت على 1 ناقص ت في 1 زائد ت، تبقى س زائد ت ص، س زائد ت ص تساوي 7 في 1 زائد ت على 1 ناقص ت تربيع، 1 ناقص ت تربيع اللي هتديني 2، يبقى س زائد ت ص تساوي 7 على 2 زائد 7 على 2 ت، تبقى شرط تساوي عددين مركبين الحقيقي يساوي الحقيقي والتخيلي يساوي التخيلي، يبقى تقول لي على طول السين هتساوي 7 على 2 والص تساوي 7 على 2. ده السين والص، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.